مجرد 1 و2 و86 مجرد ألف، 1 و2 و102 ألف من قانون العقوبات، فواحد فوق واحد واثنين وستة 25 مجرد، فواحد 25 مجرد على واحد، و26 فقرة 6 و7 و30 على 1 من القانون رقم 394 سنة 54 المعدل بالقانونين رقمين 26 سنة 78 و165 سنة 81 والبندين 5 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 والبند ألف من الجدول رقم 2 والبند ألف من القسم الأول وب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13954 لسنة 95 والبندين 1 و76 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة. حكمت المحكمة غيابية أولا بإجماع الآراء ومعاقبة كل من المتهمين، قلنا نقول المتهمين هشام فرج عبد السيد محمد ومحمد السيد محمد رمضان ودامر السيد محمد مصطفى الخضري ومحمد محمد عبد الله سلمي ومحمد عبد الحكم المتولي محسوب ياسين وخالد حمدي عبد الحميد احمد واحمد محمد سليم محمد عبد الله ومحمد محمد احمد عباس احمد واحمد جمال علي ابو الشعب واحمد عبد العزيز عبد المتجلي عبد القادر واسامه احمد عباس عيد العيوفي وحسن عبد الغفار حسن علي خليل وشريف محمد عبد الحميد علي الفارسي وأشرف حلمي عبد الوهاب محمد ومحمد علي إبراهيم وطلعت رجب عبد الحليم إبراهيم وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وطارق ناصر عبد اللطيف الشناوي ومحمد السعيد السعيد السيد شمعون وأكرم عبد المديع أحمد محمود وعبد الرحمن عرب عبد العال عرب ومحمد بدر الدين عثمان سلام وسعد بنت زوري السيد محمد ودامر مجدي احمد محمد بدران واسامه محمد محمد عبد الله سلمي وحاتم مختار عبد الله سعيد بالاعدام شنطر عما اسند اليه سامي بمعاقبة المتهم محمد عبد الغفار حسن علي خيال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليه. ثالثا بمصادرة المضبوطات وألزمة المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية. رفعت الجلسة.